الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية كده اللي ما نامش امبارح واللي لسه سهران ومطبق من النهاردة وامبارح عشان ماتش النادي الأهلي، تعالى نتكلم في شوية حاجات كده عن النادي الأهلي وعن ردود الأفعال قبل مباراة النادي الأهلي. امبارح أحمد حسام ميدو جايب اتنين من لاعبي الزمالك السابقين عشان يتكلموا عن مباراة النادي الأهلي، وفي البداية عايز أقول بس معلومة يا جماعة، مؤهلاتك عشان تشتغل في الإعلام، مؤهلاتك عشان تظهر في الإعلام مش إن أنت تكون شاطر، مش إن أنت تكون حد بيفهم قوي في التحليل مثلا أو في أي حاجة، لأ، مؤهلاتك هو أنت زملكاوي ولا مش زملكاوي ومدى كرهك للنادي الأهلي. كل ما بيزيد حقدك وكرهك للنادي الأهلي فرصك بتبقى أعلى في انك تشتغل وتظهر في الاعلام. امبارح احمد حسام ميدو كان جايب واحد اسمه احمد دويدار، واتحداك لو كنت انت فاكر حد اسمه احمد دويدار يعني كان مؤثر بشكل كبير او شكل حتى متوسط. احمد دويدار ده لاعب كلكم عارفينه، يعني منتخب مصر ما افتكرش ان هو مثل منتخب مصر اصلا، يعني كان ممكن ينضم لكن ما كانش بيلعب بشكل اساسي. لعيب على قده، لعيب متوسط المستوى، طالع يهاجم اداره النادي الاهلي ويقول ان اداره النادي الاهلي ظلمت موسيماني وموسيماني اتظلم في النادي الاهلي. انا بس عايز اسال سؤال، موسيماني اتظلم في ايه؟ يعني موسيماني اولا عشان ابين لك كذب هذا الشخص، موسيماني طلع في تصريحات صحفيه مؤخرا قال لك اداره الاهلي كانت عايزه تجدد وعايزانا اكمل، وانا اللي فضلت ان انا امشي لان الضغوط كتير عليا في البطولات الكتير وانا مش قد ان انا العب بطولات كتير لان كان في برضه مشكله صحيه عند بيتسو موسيماني. اذا فكره ان الاهلي هو اللي مشى موسيماني دي ما كانتش موجوده، الراجل هو اللي طلب يمشي والخطيب والشركه قعدوا معاه شركه الكوره وحاولوا يقنعوه، قال لك لا شكرا انا جبت اخري خلاص مش هقدر اكمل. فما تطلعش النهارده في ليله مباراه مهمه للنادي الاهلي تطلع تقول لي اصل الاهلي ظلم موسيماني. ظلم موسيماني في ايه؟ وبعدين هو انا المدرب اللي انا جبته مكان موسيماني هبطني درجة تانية؟ ما هو الراجل وصلني برضو الى اني العب نهائي البطولة اللي موسيماني خسرها السنة اللي فاتت. الراجل اللي انا معاه دلوقتي عامل ارقام مع احترامي الكامل ما عملهاش موسيماني، عامل اداء وجماهير النادي الاهلي مستمتعة باداء المدرب. ولكن هو فكرة يعني تيجي نزيط، هو كده تعال نزيط، تعال نطلع نخبط في ادارة النادي الاهلي، هو ده المؤهل بتاعك. على قد كرهك للأهلي، على قد ما انت هتطلع تهبد وتخبط في إدارة النادي الأهلي هتلاقي البرامج الرياضية بتخطفك كده، تعال تعال عايزينك، تعال عايزينك. يعني دويدار مع احترامي الكامل إمكانياته كلاعب لاعب متوسط، ما اشتغلش مدرب، ما يعرفش يعني ايه فنيات، ما حللش أداء، طالع تتكلم في ايه؟ يعني اتمنى ان مقدم البرامج مش كل واحد يجيب صاحبه من على القهوه ويقول له تعالى تطلع معايا النهارده تطلع تخبط في النادي الاهلي. واحد من جماهير النادي المنافس التفهين اسمه حسن حماده. حسن حماده ده من كام يوم كان بيثير الفتنه وقعد يسخن ويشحن في جماهير المغرب بعد مباراه الذهاب. هذا الشخص التافه طالع النهارده يشتم في الفنان بيومي فؤاد لمجرد ان بيومي فؤاد طلع قال ان ما ينفعش اي واحد زملكاوي يطلع يشجع نادي الوداد او يقول ان انا هشجع نادي الوداد وان ده يعني انا حزين وان في كراهيه وي 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 وي. طالع يشتم في الراجل لمجرد انه قال رايه. طالع يشتم الراجل لمجرد انه قال ما ينفعش ولاد البلد الواحده يبقوا منقسمين او يبقى بتشجع فرقه ضد فرقه بلدك، في الاول وفي الاخر ده بلدك، علم بلدك هو اللي بيطرفها. ففضل شتايم في بيومي فؤاد. وانتوا امتى يا جماعه هتبقى اخلاقكم اخلاق نظيفه؟ هتفضلوا تربيه زريبه لحد امتى؟ والله اللي بتربوا في زريبه بيبقى اخلاقهم انضف منكم. اخلاق اللي بتربوا في الزرايب بيبقوا اخلاقهم انضف واحسن واشيك منكم. للاسف الشديد في انحدار اخلاقي كبير جدا في الوسط الرياضي. مجموعه من المشجعين بقى اخلاقهم زي اخلاق ناديهم. حاجه قذره. منتهى السفاهه والبلاهه. منتهى قله الادب. يا راجل طلع اتكلم بادب واحترام، تطلع تاخد في عرضه ليه؟ تطلع تشتم في امه ليه؟ انت تعرف امه عايشه ولا ميته؟
وتدي لنفسك الحق انك تغلط فيه ليه؟ تدي لنفسك الحق انك تغلط فيه ليه؟ لكن اللي زي حسن ده تربية زرايب، اللي يسخن ناس من بلد تانية ضد ولاد بلده، ده تربية زريبة على طول. مش عايز اقولك ده ابن حرام، لا ده تربية زريبة. اللي يشجع حد على ولاد بلده او على اذية بلده ده خاين، ده خاين، وفي الاخر يطلع يغلط في الراجل وفي عرض الراجل ويسيء للراجل. عشان ايه؟ عشان قالك شجع ابن بلدك. الاخ يعني طول ما فيه صحفيين او اشباه صحفيين بيشجعوا على الكلام اللي بيقوله التافه اللي اسمه حسن ده، طول ما يبقى في ناس كتير زي حسن. يعني لما يطلع واحد زي الهزاز صبحي ويقول بدر بانون هيشجع الاهلي قدام الوداد ومحدش هناك اتهمه بالخيانة، عايز اقول للهزاز صبحي اولا مفيش تصريح من بدر بانون بيقول انا هشجع الاهلي. ثانيا كون انك تشجع الاهلي ده لاعب سابق في النادي الاهلي، ده اولا. ثالثا بدر بانون ما طلعش مسك علم وقعد يستفز في بعثة الوداد او يستفز في فرقة الوداد، ما مسكش علم الاهلي وقعد يستفز في فرقة الوداد وقعد يقول لهم اهلي واربعة وهتشيله وصفر، ما عملش منتهى الهطل اللي اتعمل ده. ما هو جماعة خلينا نتفق على حاجة، خلينا نتفق على حاجة، جماهير الزمالك كلها لا استثني منهم احدا هيشجع الوداد، وكان قبل كده بيشجع الترجي، وكان قبل كده بيشجع الرجاء، احنا عارفين كده ومتأكدين. هل شفتنا في يوم من الايام طلعنا قلنا على حد فيكو خاين؟ لا. ليه؟ انت ما عملتش حاجة تستفزني، خلاص انا متعود على كده من زمان، احنا متعودين على كده من زمان، ودي كرة القدم يا سيدي. لكن ما ينفعش بأي حال من الاحوال تطلع زي الواد العبيط الهطل الاراجوز اللي راح يستفز بعثة النادي الاهلي وتقعد تقول لي وداد هنشجع الوداد ونكسب 4-0 الكاس المغرب وانت شبه البسكريت، ما توسع عقول السك. هو ده في وجه اعتراضنا بس، لكن احنا عارفين كل الاهلوية اللي بيتابعوني عارفين، ولو ليك اخوك زملكاوي انت عارف هو قاعد نفسه الاهلي يخسر الا ما رحم ربي. رحم ربي دي ممكن تلاقيها مثلا لو الزملكاوية عددهم مثلا 10 مليون 10 او 100 فرد ممكن تلاقيهم بيشجعوا الاهلي من قلبهم، غير كده كله بيشجع الوداد. عايز ارد على الولد التافه اللي اسمه كلبوب الرفاعي. كلبوب الرفاعي ده واحد من ضمن مجموعة الهزازين المتحدة. الدلدول الرفاعي بيقول لك ايه بقى؟ الدوري السنتين اللي فاتوا مع اول تطبيق لتقنية الفي ار مستوى الدوري المصري عالميا كانت 13، وعربيا وافريقيا نمبر 1. ليه؟ عشان الزمالك كسب. افهم بقى وترجم معايا يا مرجان، ترجم معايا بيه عقلية البني ادم اللي قدامك. ها الكائن الزملكاوي من دول بكسب دوري، ده احسن دوري في العالم كله، احسن بطولة واقوى بطولة واعظم بطولة واللي مفيش منها اتنين، واللي مفيش منها اتنين. بخسر دوري ده بيبقى دوري ابن 60 في 70 وازبل واسوأ بطولة ممكن تشوفه في حياتك. انت لو نزلت انت واخوك وخمس شباب لعبتوا في الشارع واتفقتوا على جون مشترك، بطولة الجون المشترك دي هتبقى احسن من بطولة الدوري اللي كسبها واقوى من بطولة الدوري اللي كسبها النادي الاهلي. فالدلدول الرفاعي طلع قال لك ايه؟ قال لك البطولة الموسمين الماضيين كانت عالية جدا لان العدالة كانت عالية جدا، فالبطولتين الدوري تصنيفه عالميا كانت 13 والاول عربيا والاول افريقيا. جميل. طب الموسم ده؟ قال لك الموسم ده لان الاهلي متصدر وفي اخطاء تحكيميه فالدوري نزل بقى 116 عالميا. يا جماعه يعني بالعقل بالعقل بالعقل، استحاله حاجه تنزل من فوق اعلى القمه تنزل لاسفل القاع في سنه، استحاله. لكن لان انت بتتعامل مع شخص
بيتعامل مع قطيع، هو شايف الجمهور بتاعه او اللي بيسمعوه مجموعة من القطيع. فكرة القطيع هنا اللي هو يمين يمين شمال شمال، القطيع بيتسحب، لو قالوا له يمين بتلاقي كل القطيع دخل يمين، حتى لو غلط مش مشكلة، ما هو ما ينفعش اطلع بره القطيع، هتوه هتوه لو مشيت بره القطيع. فقال لك الدوري المصري الموسم ده تصنيفه 116 عالميا والعاشر عربيا وافريقيا. قال لك كل دوريات العالم الفرق بتخسر، برشلونة خسر 6 مرات، بايرن ميونخ خسر 4 مرات، أندية كتير بتخسر، نابولي خسر كذا مرة، إلا الأهلي، إلا عندنا هنا الأهلي ما خسرش ولا ماتش. ليه؟ عشان في فساد وتحكيم فاسد. بصوا التحكيم في إيطاليا وبصوا التحكيم في مصر. بصوا أولاً مفيش وجه مقارنة ما بين التحكيم المصري اللي الاحتواء فسده وأفسده وأنهى صلاحيته تماماً، وما بين تحكيم أي دولة عربية للأسف الشديد. لأن أنت خلال السنتين اللي فاتوا أنت حفظت وعلمت الحكام حاجات ملهاش علاقة بكرة القدم، ولكن كان الغرض في الأول والآخر إنك تحمي نادي الزمالك، وقد كان. فما تجيش النهارده يا فاجر يا فاجر يا رفاع يا فاجر تقول لي اصل الدوري تصنيفه بقى 119 و120 عشان الاهلي هيكسب. ده احنا لما جبنا واحد اجنبي اسمه كلاتنبرج وكان بيحقق نص العداله التحكيميه، فرقتك كانت هتهبط يا فاجر يا معرعر، فرقتك كانت هتهبط. جاي النهارده عشان الاهلي هيكسب الدوري تطلع تقول لي الدوري بقى تصنيفه 116 عالميا؟ ده حسب تصنيف مين؟ حسب تصنيف يور ماذر ولا ماما الحاجه هي اللي حطت التصنيف دوت من مجله ما تزوقيني يا ماما؟ منتهى قله الادب، منتهى البجاحه الاعلاميه والنطاعه الاعلاميه. انا ما اعرفش المجلس الاعلى للاعلام ساب الاشكال الوسخه دي تطلع ازاي؟ دي اشكال وسخه. ما هو لو انت هتطلع تقول لي الدوري المصري تصنيفه 120 بالورقه والقلم هقول لك شابوه، برافو عليك، انت بتجيب بالارقام. لكن تطلع تجيب ارقام واحصائيات من عند امك؟ لا. لا. فلازم الناس اللي زي دي تتحاسب. الاشكال الوسخه اللي يتقال لك الحراق، معانا النهارده الاستاذ الحراق، حراق ايه وزفت ايه؟ ده الاستاذ المحروق اللي جواه اكلان، اللي محتاج كينا كوم بيهدي ويرخي، مش الحراق، حراق ايه وزفت ايه؟ ده انتوا قناه هبله، ده انتوا قناه تافهه. عايز اقول سيف زاهر امبارح، وبعدين لما الاهلي ما بيخسرش ما قلتش للفرقه بتاعتك ليه دلدول اكسب الاهلي؟ ما انت الاهلي بلعبك السنه دي 3 ماتشات مروق عليك فيهم، مروق عليك فيهم، ما قلتش لفرقتك تكسب الاهلي ليه؟ ما انت بتيجي تلعبني وتنام على بطنك، ما كسبتش الاهلي ليه؟ ما عرفتش تكسب الاهلي ليه؟ اصل لعب في الدوري تصنيفه 120. سيف زاهر وجه صدمه لجماهير الزمالك اللي كانت بتمني لنفس ايقاف كهربا قبل ماتش الوداد. سيف زاهر قال لك كهربا هيدفع الغرامه كامله والموضوع منتهي خلاص، واللاعب مش هيتم ايقافه مجددا، والزمالك هياخد فلوسه، لكن كهربا عارف هو بيعمل ايه وبيقدم اوراقه للفيفا، كهربا معلم المعلمين. القصه مش غرامه لكن القصه كوره. اللاعب كان على اعتاب الاعتزال لكنه قدم مستويات كبيره، كهربا الملعب كسر الدنيا فيه، واللاعب خاض الجيم بمعلمه بعد ما تحدى المرحله تحت شعار اكون او لا اكون. الفلوس هتيجي هتيجي، لكن دايما لما تكون متالق، وده اللي عمله كهربا.
سيف زاهر في يوم من الايام طلع قال كهربا هيعتزل. انا مبسوط لكهربا بجد والله، مبسوط ان اقصى المتشائمين لكهربا طالع النهارده يقول ان كهربا كسر الدنيا وكهربا تألق بعد ما كان قريب من الاعتزال. شكرا لكم.